بيفرض اتحاد كرة اليد برئاسة الدكتور محمد الأمين سرية تامة على اسم أو جنسية المدير الفني الجديد لمنتخب مصر لكرة اليد، واللي هيتم التعاقد معاه خلال الأيام اللي جاية خلفا للأسباني باراندو عشان يقود الفريق خلال بطولة إفريقيا 2024 اللي هتقام في مصر والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024. وحدد اتحاد اليد العديد من المعايير واللي على أساسها هيتم اختيار المدير الفني الجديد، من أهمها أكيد أن هو يكون متفرغ تماما وحقق انجاز عالمي او اولمبي قبل كده، ومن المفترض ان هو يقود المدير الفني الجديد التجمع المنتخب الدولي المقرر ليه في مارس اللي جاي. أجريت امبارح اليوم الأحد القرعة الخاصة بالبطولة العربية للأندية للكرة الطايرة رجال رقم 41 بقاعة المؤتمرات في مجمع الصالات في استاد القاهرة الدولي. هتقام البطولة العربية للأندية للرجال في نسختها 41 في مصر خلال الفترة ما بين 18 فبراير الجاري لغاية يوم 3 مارس اللي جاي. وجت نتيجة القرعة كالتالي: المجموعة الأولى فيها الأهلي القطري، أهلي ترابلس، مصافي الشمال العراقي، الصداقة الفلسطيني، والمجموعة الثانية فيها الوكر القطري، بنياس الإماراتي، الكويت الكويتي، والسويحلي الليبي، والمجموعة الثالثة فيها خيبر اليمني والقوات الفلسطيني والسايب العماني والزمالك، والمجموعة الرابعة فيها النصر البحريني، قازم الكويتي، الميناء اليمني والأهلي. وكان تلقى مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر موافقة 16 نادي على المشاركة في البطولة العربية للأندية، وده بعد ما تم غلق موعد تلقي موافقات الأندية يوم 14 يناير الماضي. كمان حقق منتخب مصر للتايكوندو 3 ميداليات متنوعة في بطولة الفجيرة المقامة حاليا في دولة الإمارات في إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة كاس الرئيس وبطولة مصر الدولية والمقارنية تقام في منتصف شهر فبراير في مصر. حقق اللاعب سيف عيسى المركز الأول والميدالية الذهب في بطولة الفجيرة. كمان حصل اللاعب يوسف عصام على المركز الثالث وعلى الميدالية البرونزية. حققت اللاعبة آية شحاتة المركز الثالث والميدالية البرونزية، وضمت كمان القائمة الخاصة بمنتخب مصر 8 لعيبة، وهم سيف عيسى، شهد سامي، ميسون إيهاب، أياش حاتة، رامي عيسى، إياد بركات، يوسف عصام، وأحمد جمال.